What's going on? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكونتنت مانجمنت سيستم اللي راح نشتغل عليه يا جماعة اسمه Open Learning openlearning.com Open Learning. طبعا بعد ما نفتح الموقع هنلاقي رابط موجود إن شاء الله بإذن على الجروب على الفيسبوك. هنبتدي نعمل ساين اب يا جماعة علشان نسجل حساب جديد. وكالعادة انت بتبتدي تكمل اسمك بشكل كامل ويفضل يكون اسم الانجليش بشكل صحيح. بعدين هو بيعمل لك جنريتنج اوتوماتيك للبروفايل نيم من الاسم طبعا اللي حضرتك بتكتبه. بعدين بتكتب ميل شغال وبعدين بتكتب باسورد. ولو عايز تاخد الابديتس بتاعتهم يعني على الميل بتبتدي تنشط الاثنين دولت وبعدين تبتدي تعمل كرييت ماي اكونت فبيعمل الكرييشن للاكونت بتاعك. تمام. لو جات لك خطوة في النص كانت خاصة بان اختار حسابي كانستراكتور او ستودنت فيفضل انت تختار كانستراكتور او كتيتشر كمعلم يعني. تمام. انا هنعمل لوجن لاني انا اوريدي داخل على الحساب قبل كده انشأت حساب لوجن انتو يور اكاونت. انت هتعمل لوجن عادي طبعا بعد ما تخلص بعد ما تعمل ريجستريشن. طيب دي الواجهه بمنتهى البساطه يا جماعه. الجزء الثاني الكورس نفسه انت بدل ما تدور عليه وكده هتلاقي برضو على المجموعه اللينك بتاع الكورس بتاعنا نحاول نشيره للناس. جاست انت بتبتدي تضغط عليه وهو بيبتدي يديه لك. طيب انا طبعا نسيت ودخلت بحسابي كانستراكتور عشان كده هطلع بلوج اوت وادخل من حسابي كستودنت علشان نقول للناس الطريقه اللي بيها بنقدر نشارك في الكورس. تمام. رايت عملت لوجن انا. هنلاقي الرابط ده موجود معانا. كل اللي احنا علينا ان احنا نضغط عليه وكليك عليه يعني هيفتح معانا الرابط بتاع الكورس نفسه. نعم طبعا البار اللي من فوق ده فيه المعلومات اللي عنك اسمك والكورسات اللي انت بتدرس فيها. طبعا انت لسه ما درستش اي كورس فبالتالي الكورسات فاضيه. ماشي. ديت فيتشر ايمج للكورس طبعا ما كانش في وقت ان هنحاول نغيرها. ف ديت اسم الكورس ودولت شيرنج سوشيال ميديا. طبعا بيقول لك اكتب الاكتيفيشن كود وبعدين اعمل لي جوين للكورس. ده شعار الجامعه وده اسم الكورس وده الفريق اللي هيشتغل معانا ومور انفورميشن. شويه معلومات بسيطه. الاكتيفيشن بتاع الكورس ده يا جماعه هو 104 وهيوصل للناس. 104 دي كانت في الوقت اللي كان الكورس فيه شغال يعني. وهنلاقيه برده من ضمن البيانات في البوست على الفيسبوك. نعمل جوين على الكورس بعد ما كتبنا الكود وهيبتدي يعمل لنا انرولينج ويفتح معانا الكونتنت بتاعنا. الواجهه يعني الحمد لله بفضل الله سهله بسيطه وما فيهاش حاجه ان شاء الله يعني. تمام. هيدر من فوق في الاسم التوتوريال ديت عباره عن ايه. الجانب الثاني في شات بوكس صندوق اهو ده التشات اللي فتح معانا. التشات ده طبعا ممكن الممبرز اللي موجودين في الكلاس ده يقدروا يتشاتوا بيه مع بعض. طبعا انت ممكن تكون اورن اوف السويتش الصغير ده ممكن تعمل تشوف الهيستوري لو ناس كانت غايبه منها حاجه. جاست كليك على البار ده هيخلي لك التشات ديت من تحت. طبعا ما في حد اونلاين لان الكلاس لسه فاضي. اوكي. الصفحه اللي فتحت معانا ديت يا جماعه ديت اسمها الهوم بيج ودي الصفحه اللي هي تقدر تقول عليها ريكومندد اول صفحه راح نبتدي بيها الكورس بتاعنا وهي الصفحه اللي راح بتلاقيها دايما اول ما تبتدي تعمل لوجن على الكورس ده لان هي رقم واحد طبعا ده للوقت الحالي بس. بعدين في الكورس هنحاول نغيرها علشان نخليها صفحات مختلفة يعني. طب الفكرة بمنتهى البساطة يا جماعة الهوم بيج انت تقراها ممكن هتلاقي فيها شوية فيديوهات حاجات زي كده. البيئة سهلة جدا وبسيطة. ممكن تعمل لايك سبسكرايب ممكن تعمل تسيب كومنت على البوست ده او على الصفحة دي وطبعا الانستراكتورز هيحاولوا يردوا عليك. الفيتشرز الجميلة انت ممكن تعمل اتاتش فايل على الكومنت لو انت كان عندك مثلا صورة عايز تعملها اتاتشنج او سي. الامر سهل وبسيط وفي اسوأ الاحوال انت ممكن طبعا ترفع الصورة بتاعتك على سيرفرز بره وتجيب اللينك بتاعها جوه الكومنت بس هم موفرين لي الابيليتي بتاعت اتاتش فايل ديت يا جماعة.
ده بالنسبه للهوم بيج. تمام. الجانب الثاني الانونسمنت. الانونسمنت صراحه جميله، فيتشر جميله من ضمن الفيتشرز اللي في الانستراكشن تكنولوجي. اعلانات يعني لو كان في اعلان معانا هتلاقيه موجود هنا، فبيفضل ان انت تتابع مره بمره الصفحه ديت يا جماعه. يعني في اول انونسمنت كان عباره عن اعلان البدايه، والفيتشر الفيتشر انونسمنت ده يا جماعه اللي هتلاقوه بن، يعني زي ثابت زي البن بتاع الكومنت على الفيسبوك يا جماعه، لو هو ثابت كده تمام، فهتلاقيه دايما واخد البتاع اللي لونها جراي ديت من فوق، ده معناه الانونس ده ثابت يا جماعه. طبعا انت ممكن تعمل كومنت على الانونسمنت ده زي ما انت عايز يعني، ممكن تعمله شير او ايا يكن. الجانب الثالث الليرنينج اكتيفيتيز، وده الجانب الجميل خلاص اللي هو كان خاص بالكونتنت بتاعنا. هنا هنلاقي السيشنز، هنا هنلاقي المحاضرات. اول محاضره نزلت طبعا تحت عنوان جنرال ديفينيشن، لو انت فتحتها هتلاقي المحاضره نفسها الكونتنت بتاعها عباره عن اسمها ورقمها يعني، فجاست كليك عليها هيبتدي يفتح لك المحاضره. طبعا الواجهه بتاعه السيشن دي او الدرس ده مش راح يختلف عن الهوم بيج، نفس الفكره بالظبط. المحاضرات بتاعتنا هتكون عباره عن يعني فيديوز برضه يا جماعه جاست على اليوتيوب، وطبعا انت ممكن تسيب كومنت على الفيديو بتاعك. انا طبعا مش هنحاول نجبر الناس علشان نخليها تسيب كومنت كمرحله انتقاليه يعني، لكن بي شور السيلف بيز النظام اللي احنا شغالين عليه سيلف بيز يعني مش راح يفتح لك المحاضره الثانيه غير لما تكون عملت كومبليت المحاضره الاولى، ومش هيفتح لك وهكذا. المساله هتمشي بتسلسل خطي عشان نتاكد ان الناس شافت كل المحاضرات وهكذا الامور بالنسبه للتكليفات. هتلاقي دايما القصه دي يو ار اوسم، ده بيدي لك الكومبليشن بتاعك، يعني لو انت بصيت هتلاقي ان انت خلصت واحد من واحد وهكذا بعدد المحاضرات، ده بيدي لك زي شريط انجازك وانت ماشي يعني. الجزء اللي بعد منه كان عباره عن الستودنت اريا. الستودنت اريا ديت اكزاكتلي دي مساله الدسكشن بورد، ساحه النقاش، اي حد ممكن يشير اي حاجه في اي حته يعني يكون، يعني سواء ليها دخل بالكونتنت او ليها دخل براي شخصي، ليها دخل باقتراح، ليها ايا يكن يعني، والناس ممكن تنتر اكت مع الكلام ده وترد عليه. عندك ابيليتيز مختلفه، فيديوز بيكتشرز لينكات تكست واتاتشنج فايل. طبعا مساله انشاء الجروبز ديت هنحاول ان شاء الله باذن الله نغطيها، لكن مش دلوقتي. يا رب يكون النظام ده سهل وبسيط، وبانتظار تسجيل حضراتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.